قلتي أنا ما سمعت عدل إيش قلتي. والله عاد كلام الملوك لا يعد. لا من سكتي عني لا أخليه الحين يطلق سامعة ولا لا؟ بنتك هذه داشة علينا بشراع وميداف تبي تشترينا بفلوسها وعلى كيفك يا ماما. طلقها دين. أنت بأمر منو تجيبي لي كل من هب ودب البيت هني بدون شوري؟ شرتيني وافقت ولا ما وافق؟ هين أنا علمك إن ما خليتك تطلبين رضاي، إن ما خليته يتزوج عليك وحدة ويحط على راسك مرة، ما أطلع أنا شمور. أول فرحتك، ثاني فرحتك حبيبتي مو شغلي هالحكي. منو اللي يصرف عليكم؟ أنا. منو اللي ولدك بمستشفى خاص؟ أنا. منو اللي بيصرف على بنيتك ثاني؟ أنا. يعني حبيبتي أنا اللي كلمتي تمشي. أنا بسمي كل عيال. وين أحد يمسك تليفونك؟ أنا غير. أنا بكفة والكون كله في كفة ثانية حبيبتي.